إذا متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي الكرام في كل مكان، نرحب بكم مجددا من قلب مدينة فاس من طريق صفرو. كنا كنصوروا قبل لحظات مع مشجع مصاوي اللي تعرض للسرقة هنا على مستوى طريق صفرو قبل المقابلة اللي جمعت الماس والراجع، فإذا بهذا الشخص يمر من هنا يطالب حتى هو بالتصوير. ياك لاباس اخويا شنو عندك؟ شنو واقع؟ كيجاوبني وكيقول لي حتى أنا تعرضت للسرقة وراني درت الشكاية في عند رجال الأمن. بطبيعة الحال مشكورين رجال الأمن، لا نقلل ابدا من مجهودات رجال الامن اللي كيبذلوها، وهي مجهودات جباره لمحاربه الجريمه والسرقه وكل الافعال الاجراميه. كل الشكر والتقدير واحترام لهم، ولكن هذا لا هذا ما كيخليناش لاننا ما نصوروش مع المواطنين السرقات اللي كيتعرضوا ليها، وبطبيعه الحال الشكايات اللي كيكونوا عبر قناه الشعب قناه شوف تيفي اللي هي قناه للواقع وكتنقل يعني بكل مصداقيه وامانه الصوت ديال المواطن ومراه الواقع وصوت من لا صوت له. غنسمعوا التفاصيل ديال هذه السرقه اللي وقعت لهذا المواطن بعد ما يقدم لنا نفسه. بطبيعه الحال خويا قدم لنا نفسك الاسم ديالك. مرحبا خويا، اسمي مصطفى. مصطفى شنو؟ مصطفى اسم عائلي؟ مريبطو. مصطفى مريبطو. مصطفى مريبطو ساكن في عال البيضه. نعم في عال البيضه في طريق صفرو. طريق صفرو. كاين التفاصيل شنو وقع لك بالضبط سي مصطفى؟ وقاش وكيفاش التفاصيل وهذا؟ اخويا كنت طالع للدار. عيطوا لي موني الدار، قال لي الوالده ديالك راه عيانه سيجيب لها الدواء. جا واحد جوج موني المواتر، انا جالس كنهضر مع امي، جا هو كيدي لي التليفون ضيعني كيرسولي. كنسمع انا كنشاد عباد الله كيشوفوا ما كاينش اللي غادي يزيد. صافي السيد وقف كريساني ما كاينش اللي غادي يهضر ولا غادي يزيد. فوقاش وقع هادشي؟ هادو اخويا واحد 3 ايام. 3 ايام؟ 3 ايام. جيت شارع الوفاء. شارع الوفاء؟ شارع الوفاء النرجس. سميت دايز تما كاين تعرضوا ليه، داني التليفون بقيت كنتشد مع واحد فيهم هذا طاح لي التليفون ضيعني فيه. كانوا جوج بيهم. جوج بيهم. واحد طويل والاخر وش سميت واحد معاه جوج بيهم. يا هذيك نقد تشد اسمع حيت له التليفون ضرب في الموتر، فاش شافوا الدراري كيعرفوني صحاب الطاكسيات ما عندناش حنا الطاكسي هذا، شافوا صحاب الطاكسيات وقفوا عليا هذا ناضوا هربوا. سمحوا في الموتور وبقى هاربين، صافي داو موتورهم مشيت درت الشكاية وتحية للأمن الوطني. نعم نعم نعم. واخا واش كان شي صراع بيناتهم يعني العنف، واش ضربوك واش ولا كانوا باغيين يضربوك، واش كانوا باغيين يعرضوك ربما للضرب؟ كانوا باغيين يضربوني رضا الوالدين، ما قدوش. نعم. ما قدوش، صافي داو لي التليفون هرسوه عليه هربوا. نعم نعم. درتي الإجراءات القانونية؟ درت الإجراءات ديالي، درت الإجراءات القانونية، مشينا عند الأمن الوطني جزاهم الله بخير. الزهور الزهور عاونت الحل الطريق بالضبط باش يرجعوا لربما الشكايه ديالك ويشوفوا بطبيعه الحال رجال الامر دايرين الدور عليهم غيتحراو في الملف ديالك غير الاخر. لا ما بقاش بالضبط النهار، ما بقاش عاقل، ما بقاش عاقل النهار. واخا واخا عطيني نرجع لعندك. ما عقلش النهار فوقاش دار يعني هذه شحال دابا تقريبا الوقت؟ ثلاث ايام. ثلاث ايام درتي الشكايه في الزهور ياك؟ واخا خويا شمن تليفون مشارك شمن ناوي؟ سامسونج. شمن سامسونج؟ سامسونج ازيرو. خفتي واش ربما ارتبك؟ دار خفت، خفت اخويا راني خفت قاس كرعاد، مشيت عندهم كرعاد خفت. صافي وقفوا معايا قال لي ما عندك من الشخاف هذا، قلت له التليفون اللي عندي ما يجيبها ليش في وجهي ولا يضيع. دابا بنادم اخويا ولا عاطيه الهرواسه ولا عاطيه بزاف د الحوايج، كيجي ما كيلقى ما يدير كيخرج يكريسي ونيشا. ما كيلقى بنادم ما يدير شنو، انا ندير الموتور ندير فيه 10 درهم ما كيلقاش باش يدير ليسانس كيخرج كيكريسي. رد قرنا اخويا بهذا الكريسي والله الا طبنا بالله طبنا. راه مخزن تاهو مسكين والله الا عيا، والله الا مخزن كيبات خدام لاجلهم، كيبات على اجلنا والله الا كيبات خدام مسكين كان هذا. راه مخزن والله الا كنمشي عنده قسم بالله كنحشمو منهم، قسم بالله قوي الضغوطات تاهو راه عليهم ساكن الضغوطات، قسم بالله الا كيبقى فينا المخزن كلشي كيبقى والناس كتضرب فيها التمر وكيجي واحد اخر كيديها كبارده راه كتجيك حشومه، والله الا كتجي حشومه. نعم بقى فيا الحال. انا كنقول سنة انا خرجت انا كندير شي مره تليفون سنة يبقى فيا الحال ما يدينيش نعم. شو هاد الناس هادو الضمير ديالهم كنبهمش. إيه ما فهمتش هاد خوتنا شو ما كيتأنبوش وهذا، تسوي حسب مش على تليفون يحسب ختو تضربات يحسب بات سباس، تسوي بنادم يراعي اخويا راعي هاد الشيء هذا، بنادم ما كيراعيش كاع كيما كيلقى ما يدير لا ليسانس لا والو، اجي نخرج نكريسي يلا نضرب هذا ندير، راه حشومة هاد الحكر راه حشومة راه عيب وعار، راه ربي ما كيبغيش، راه الله هاد الشيء ما كيبغيش. راه حنا كاملين الحمد لله خوت وكاملين اسلام واحد اللي ضروري خص المحنة بيناتنا. راه خص ضروري اخويا المحنه بيناتنا، راه البنت خص تحن عليه هادي
اخويا ولينا نتعرضوا لشي الخطر، ولينا كنتعرضوا اخويا في الخطر، والله الا سمينا غادي حنا في الشارع ولا الا خايفين، قسم بالله الا غادي للشارع وكنبقى غادي خايف، ها هو يجي يزنغزني ها هو يجي يضربني، اقسم بالله العظيم عاد كنت هو جيت عاونت الحجاج نتسخر، جيت عاونت الحجاج داخل نتسخر غير واحد كان عندنا اسبوع وغادي نتسخر، قسم بالله جبد عليا الموس وحطوا لي في جنبي بقيت كنبوسو، كنقول له اخويا غير وجهي ما تضيعوش. مع شي ست العشيه دخلني في واحد الدرب كنقول له مزاوق اخويا غير ما تضيع عليا شي فوجي بقيت كنبوسو وقفوا الرجال ست العشيه قسم دخلني لواحد الدرب وجبد عليا الموس وحطوا لي في جنبي كنرغبو نبوسو كنقول له مزاوق اخويا انا مزاوق فيك كنبوسو وفاش هذا دوزتو كنقول له انا مزاوق قال لي سهل عليك ما تقاسنيش فوجي راه عندنا والدينا وكنخدموا مع الناس في ديورهم غير شوف خويا كنخدموا الرحال وكن ندبر اطراف الخبز اخويا كنمشي نخدموا في الرحال كان عندي 107 في المشار كنمشي نخدموا بها كيجيب لنا المكي هذا غيخسرك في وجهك ما كاينش اللي غيخدمك شحال ديال المرات تعرضتي لربما لمحاولات سرقه المره اللي دازت قلت لي فوقاش وقعت هذه ديال هذه سميت المهم ما كملناش ثلاث ايام هنايا ومورا في حدا في رمضان وهذاك اللي شفت عليك المضاف عويت حجاج فوقاش هذه ما كملناش غير الحد عاد هذه الحد اللي داز مورا كنت سود عندنا واحد السبوع في الدار غادي نعيط لواحد المراه تجبد عليا الموس نقول لها مزاوقه اخويا كيقول لي جبد لي التليفون ارى التليفون كنقول له التليفون ما عنديش هذا وقيت مخبعه هو كيحطو حتى وقفوا شي رجال كيعرفوني مال قلت له هذا بغى يكريسيني فاش كيقولوا قال له واحد كيعرفوا واحد صافي حشم منه وما بقاش يزيد هذا حنا ولينا اخويا غادي وحنا خايفين اقسم بالله غادي خايفين راه ما كنصوروا الموضوع ديال السرقه وقلت لي انا وقعت لي اخويا كنشوف بنادم علاش انت اخويا كتسرق وهذا راك كما يسرقوا هذا غيسرقوا اختك غيسرقوا با راه حنا ولينا فواحد الظاهره خطر اخويا راه ولينا غادي فواحد الظاهره خطر ولينا غادي في الصعوبات اخويا ليلى ولينا غادي في الصعوبات راه حشومه صح خصنا المجرم يبقاوش اخويا خصنا الشفاره ما يبقاوش والله ما بكرت الشفاره ما يبقاش حس اخويا شنو هاد انت كضرب فيها التمر كيجي واحد يديك بارد كيسبح ناعس الوحده جوج النهار راه ما عندي ما ندير كيهز السيف كيخرج كيكريس ولاد عبر الله راه حشومه كاع راه عندك اختك عندك امك شنو تبغي امك تضرب ولا با كيتسرق راه حشومه راه ما بغوش على عائلتنا ما بغوش على عيب ولاد عبر اقسم بالله كنخرجوا في بنت قسم بالله خرجت فيها عاده خرج واحد من جيت المركب وطالع بحالاتي قالت لي خويا قلت لها نحسبك اختي يلا نزيدك راه حشومه راه خصك تبنى من يديك نضر عليك ولا واحد البنت في الليل كانت طالعه بحالاتها قالت لي خويا فين غادي قلت لها انا ساكن في عين البيضاء يلا نزيد قالت لي يلا خويا والله الا زيدتها معايا الطاكسي وزيدتها قسم بالله اما كنضر فيها علاش رديتها اختي علاش ان اختي غاده معايا واش نبركي يا ولاده كنقول حشومه اختي هذه والله الا وصلتها ولا صرح ما عطاتني النمره ديال التليفون كتقول لي شكرا اخو قلت لها احتاجي اي حاجه راه مرحبا راه غير خوت نديرو يد في يد راه حنا غير خوت الحمد لله كانت خايفه انا اصلا بريم كدير السد العشيه السبعه د العشيه كيخاف راه كيوليو يوقفوا بالمواطر يديوها الصحراء ولينا فواحد الظاهره وحنا في الغابه راه حنا ولينا عايشين في الغابه اخويا اللي يحسن لهم العون المخزن اللي يحسن له العون شتي قسم بالله العظيم شتي المخزن والله الا كنحسن له العون بالليل وبالنهار راه كيبات مسكين فايق بثلاث ايام بالربع ايام راه ولادو قسم بالله كتهضر معاك كيقول لك ولادي ثلاث ايام ما شتهم شو راه يحسن عوانو بنادم ما يمشيش يشوف ولادو راه حشومه هاد الظاهره هادي راه حشومه عيب اذا متابعينا كما كتسمعوا اكيد حنا كنا كنصوروا موضوع ديال ان مواطن مشجع مصاوي تعرض لكريساج البارح حنا قبل المقابله اللي جمعات الماس والرجاء وكانت حتى على الظاهره ديال الكريساج فكيتم دايز هذا المواطن قال لك اخويا انا راني تعرضت للكريساج فين درتي الشكايه درناها في الظهر واخا فوقاش علاش كيفاش داروا لك التليفون فهاد الظاهره هذه ما ملي كنهضروا على الكريساج لا نقلل مجهودات رجال الامن راهم دايرين اكثر من الجهد ديالو دايرين اللي عليهم رجل الامن فهو كيدير اللي عليه ولكن فين ما مشيتي غتلقى ربما المجرمين كيتربصوا بواحد الطريقه حنا عاوتاني اللي علينا كاعلام واننا نقولوا واحد شكايات كاينين ديال المواطنين راه غنوصلوهم اكيد من اجل ربما تكثيف المجهودات ولا نقلل من مجهودات رجال الامن والسيد الوالي المحترم اللي جاء لمدينه فاس ودار عمل جبار شفنا الاحياء الشعبيه اللي كان فيهم لي زاغريسيون ربما دابا الاحياء الشعبيه اللي كان فيهم لي زاغريسيون ولاو مجرمين كيخرجوا من تما لان رجال الامن حاطين عليهم كيخرجوا حتى شي براج دابا ولا حتى شي براج ما تاوش كيكريسي ولا كيكريسي علاش هاد المواطر داروا الظاهره فتحوا بهاد المواطر شنو ما كيلقى ما يدير راه ندير موتور شنو كيدير ما لقاش باش يدير ليسانس ما لقاش باش يتقهوى خارج ما لقاش باش يتقهوى راه نخرج نكريسي هاد كيلقى مواطن مسكينه مرا غادا كتهضر مع امها بنت كتهضر مع امها دايره مسكينه التليفون راه ماشي الخطره كدير هذاك التليفون ودنيها علاش خرجنا التليفون زعما شي واحد كان مكره كانت خصها الدواء ولا باش تعيط لك راه ما كاين لا مواصلات لا والو
صدر صدر معك هي كاين باش كيهضر ما كاينش قال فرصه ولا ما كيلقى ما يدير كيقبضها كيحشي لها الراجل الجبدي اللي عندك كيدير لها الموس بجنبها اري اللي عندك اقسم لي راجل قسم بالله متريني وهذا قسم لحط لي الموس ما لقيت ما غندير راه كنشوف عاسني الا ضربتي غيولي لك اللومه كلها ديالك انا اللي ياخذ الحق الله ياخذ الحق بنادم لا حول ولا قوه الا بالله شنو ما عندوش دراع باش يمشي يخدم راه ما خصو يخدم على راسو يتوكل على الله وينوض يصلي ويدعي الله راه هاد النيرة كضحك علينا شنو زعما راه كي كتسكري زعما كدير ربح ربي كيتلهى كيمشي موتى في الطريق ولا هذا ما كد لا حول راه مخزن الله الا مسكين عيا كي 3 ايام ب 40 ما كيمشيش يشوف بلادو راه حشومه رشو كنا متفاهمين المخزن يرتاح المواطن يرتاح كلشي يرتاح واني حتى المخزن مسكين اللي ما كيرتاح الباشا ما كيرتاح راه حشومه راه عيب وعر هذا الشيء هذا كنطلبوا مسؤولين يحيدوا السكريساج هذا اللي غدر فيك اللي قلت لي بالجنويه على مستوى عويد الحجاج واش رحمك ولا ما رحمك؟ ما رحمنيش كنبوسو كنرغبو كنقول انا مزاوق اخويا راه مزاوق فيك اخويا راه مزاوق فيك بقيت كنبوسو شنو خافي على وجهك كتدخل الديور تاع عباد الله كتجلس مع الناس وشنو كاك ضربه في وجهك كتخدمك ودابا شنو كاس عندي انا ضربه في وجهك تخدمني ولا جيت تدخلني صال الدار راه كتدخل عنده للدار كيلقى يشك فيك علاش مابقاش الثقه راه كتدخل تخدم مسلسل حوايج ولاد راه كتبقى ما دايرهاش الثقه كتبقى تفلفل منك ولا كتخاف ولا اي حاجه علاش اش راه من حق اخويا راك داخل الدار تاع عباد الله راه من حقهم راه من حقهم يخافوا علاش واني كان بنادم ما كانش تكريساج وبنادم زوار كلشي تيق فينا اقسم كلشي تيق فينا واني ولا تكريساج راه مابقاش الثقه حيت ولاد الناس كيقول لك قلالو راه ولاد الناس يقول لك قلالو قسم بالله العظيم اخويا كندخلوا الدار تاع عباد الله كيدير الله ما كنقدو نهزو عينينا فيهم علاش قوه الحشمه اللي علمونا والدينا والريال ما كنهزوش راه هادشي باش ربينا ودابا بنادم كيلقى ماشي يدير ليسانس كيخرج يكريسي راه حشومه سام خزن السكير خصو يرتاح يشوف ولادو راه حشومه هادشي هذا والله الا حشومه راه عيب واعر اكيد كتشوفو مسكين الكشكوشه خارجه له علاش لان ربما مازال كيتفكر داك المشهد ديال انه يحط له جنويه ويبغي يكريسي ويدي له اللي بغى فهنا بطبيعه الحال اكيد حنا كننبهو كاعلام بطبيعه الحال لواحد الظاهره اللي كاينه في كل المدن المغربيه لا يخفى عليكم بان المجهودات ديال رجال الامن دائما مستمره ومتواصله ولكن ما علينا الا ننبهو ونقولوا اللهم ان هذا منكر والله الله يلقي هاد الناس هادو اللي ربما كيديروا هاد الافعال الاجراميه واكيد خاص تشديد العقوبات عليهم شكرا المتابعين الى موضع اخر حياكم الله اخر رساله واني خصني تشد شي شفار ما كاينش الجيمو لا با يرغب ولا يزاوق الا اقصى عقوبات جيمو كترغب حنا شنو كتجيمو كترغب كتقول على وجه مو راه الدري كيولي يتسر اليوم كيتزقبط غدا كيولي يتسر بعدو كيولي يتسر اليوم هاد النهار كيتشد اليوم كيتشد كتجيمو كتقول على وجه مو على وجه با مو مريضه بالسكر با مريضه صافي اللي سام اني حبه خصو يتربى انا اقسم بالله الا حلفت ومشات تطيح بين يدي شي واحد اقسم بالله العظيم ما غنعقل عليه اقسم بالله العظيم عليه ما نعقل انا كنقسم فمي بالله عليه ما نعقل والله ما كان لي سامح شتي هذاك اللي داو لي التليفون والله ينوض جدي من القبر يقول لي سامح والله ما نسمح له والله ما نسمح له علاش خصهم هذا الشيء هذا راه بنادم كيولي تسار تسمح له اليوم غدا كتسمح له كيولي تسار كيولي يدير كسا ايوا كسا ليتها فلوس من كتبقى تهضر معاه كيقول لك كيسك غا فلوس وراه حشومه اش من الفلوس ولا هاد راه حشومه راه كاين بنادم عنده والدي راه كيخاف على والدي اقسم بالله انا عندي امي انا في عمري دابا 29 قسم ما تخش تلقى امي مرعوده عليا انا اللي عايش معاها في الدار قسم بالله عند امي انا واحد اللي عز عندها شكرا سيدي شكرا تحدث بحرق على الدائره ديال الكريساج بطبيعه الحال نتمنوا لها ان بطبيعه الحال رجال الامن يديروا الدور اللي عليهم ويزيدوا يعني يكثفوا المجهودات اكيد مشكورين على المجهودات الجباره اللي بدلوها ولنا الثقه فيهم اكيد بقياده السيد الوالي المحترم شكرا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته